تواجه الحكومه الجديده عده تحديات اقتصاديه من ضمنها موازنه العام المالي المقبل من فاتوره دعم الوقود واسعار المنتجات والسلع التي يتم استيرادها لتوفير احتياجات السوق المحليه بالاضافه للديون والرواتب تواجه الحكومه الجديده عده تحديات في موازنه العام المالي المقبل على مستويات مختلفه ولكن ربما يكون اصعبها هي التحديات التي لا تتحكم فيها الحكومه وهي التحديات الخارجيه المتمثله في الاسعار العالميه لكل ما تضطر الموازنه لدفع مقابله بالدولار مثل المواد البتروليه والقمح وغيره من السلع التموينيه بالإضافة لمواجهة عدد من التحديات الاقتصادية الداخلية من ضمنها فوائد الديون ومخصصات الأجور ودعم الوقود في ظل ارتفاع النفط عالميا وقدرت الحكومة موازنة العام المالي المقبل بنحو تريليون واربعمائة واربعة وثلاثين مليار جنيه بزيادة 234 مليار جنيه عن مخصصات الموازنة السابقة كما قدرت الموازنة حجم الإيرادات بنحو 990 وتسعين مليار جنيه بزيادة 175 وخمسة وسبعين مليار جنيه عن الموازنة السابقة. وشملت الموازنة توسيع مخصصات الحماية الاجتماعية لسبعة وستين مليار جنيه ودعم السلع الغذائية وزيادة الأجور والمعاشات لنحو ثمانية وخمسين مليار جنيه. وتستهدف الحكومة تقديم الدعم للفئات الأقل دخلا. وضمن أهداف الموازنة الجيدة زيادة الناتج المحلي وخفض العجز الكلي بين إيرادات الدولة والإنفاق لنحو 8.4% بدلاً من 9.8% خلال العام المالي الجاري، وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 5.8% خلال العام المالي المقبل مقارنة ب 5.5% بموازنة العام الجاري. ظل مساء على مستحقيه وتحسين حالة معيشة المواطنين تأتي التحديات الخارجية والداخلية لتزيد من الأعباء المالية على خزينة الدولة خلال العام المالي المقبل